كامل خوتي علاش ما حدنا مجموعين هنايا ما من كل واحد فينا يعاود القصة ديال كيفاش تعرف على شركة حياته وعلاش ما ندوش بكم رضوان وخديجة. مرحبا واخا المهم واحد النهار كيف ما ديما ساليت الخدمة مشيت للدار غادي خارج بانت لي خديجة بانت لي وكان الناس بزاف وهادي وبانت لي صراحة شفت فيها النظرة ديال المراسي والله العادي مرة كيقول لك الله سبحانه وتعالى إلا مكتب لك شي حاجة راه غادي مزوجين راه مزوجين. المهم هي هذيك شفتها عجبتني مشيت بغيت نهضر معاها ما بغاتش تهضر معايا حاولت المرة الأولى الثانية ما والو صافي قلت صافي مشيت غادي بمشي في حالي قلت مابقاش غنتلاقى بها شوية ويتبان لي هي نيت عند واحد مول ببوش كشرب ببوش أنا واخا ما كناكلش ببوش مشيت ناكل ببوش مشيت شربت ببوش عاوتاني حاولت نهضر معاها والو سكتها. المهم صافي عاد هداها الله هداها الله هضرات معايا. المهم صافي هي هذيك ملي جا هضر معايا في الاول ما تجاوبش معاه ما حاولتش نهضر معاه ومن بعد شفته مصر عليا عجبني الاصرار ديالو عليا وبالي انسان معقول مختلف شي حاجه فيه عجبتني فصارت انتباهي ليه. صافي هي هذيك بقينا تبادلنا النمره التليفون ديالنا تواصلنا مع بعضياتنا دابا عاودوا لينا عاودنا حنا كلكم تعاودوا لينا تبدو الناس ديال جديده ايوب وحسن هي الاولى اسيدي حنا القصه ديالنا كانت مزروبه شويه لان حسنا زربات عليا لان القصه ديالنا كانت حسنا جات مع بنت خالتي جات عند الاخت ديالي ملي جيت عندها شفتها عجبتني حسنا صافي خدنا القرار خديت التليفون ديالها واتصلت بها الغد لي درت معها وقت مشيت عندها ليكول ديالها صافي تلاقينا بقينا كنخرجوا ديما كنت تعرفنا على بعضياتنا عرفت المواصفات ديالو تعرفنا على بعضياتنا كثر صافي زرب عليا دغيا قال لي بركة بالدور انا غنجيب داركم ندوزو عند ياسين وزينب. انا كنت مشيت عند اختي كانت ولدات ومشيت بالصدفه هو في هذاك الوقت عيط ليهم في التليفون لانه كان هو هذيك الساعه في طاليان عرف عن طريق الصدفه عرفني انني كاينه عند اختي تما دار حوار بينه وبين راجل اختي اللي انا من بعد عاد عرفت اشنو دار بيناتهم نخليه هو يقول لكم اشنو دار بيناتهم ونرجع وياك يلقى بحكم بان من العائله وواحد النهار كنا ملي كنتي من ايطاليا مشينا مع دار خالي ولد خالي عندهم في الدار واستقبلونا وكرمونا والحمد لله عجبتني حتى التقاليد ديالهم وطريقه التعامل ديالهم وكذلك اول مره فشتها وعجبتني. بالنسبه لي انا وجليله كنت كنجلس فواحد القهوه حدا واحد الليسان اللي كتقرا فيه هي هذيك من بعد ديما كدوز من حدايا طالعه هواده. المهم جاو لعندنا للدار جواد والام ديالو وطلبوا من والديا باش يتزوج بيا داو الراي ديالي وقلت لهم بلي انا موافقه عليه وهما ما ردوها لي شي فوجاي قالوا له مرحبا الا بغاتك بنت الناس احنا بغيناك وتزوجنا وهذا الشيء اللي كاين ودابا نشوفوا خليل والسكينه هما يعاودوا لنا القصه ديالو. انا وخليل تلاقينا في الليسي كانوا هذيك الساعه في البكالوريا انا في سيزيام كنا كنتلاقاو في الليسي كنت كنشوفو كيشوفني خديت الباك العام اللي داز عاود رجعت سولت عليها في الليسي قالوا لي راه ما كايناش قال لي راه ما كايناش وواحد الصدفه تلاقيتها في الاداره وديك الشيء صافي تلاقيتو فرحت لاني شفتو تفكرنا هي اصحابنا تفكرنا الاساتذه اللي قراونا بقى واحد الاحساس يعني الانسان بقى عنده واحد سميتو ولكن الحمد لله يعني ربي مكتابي لبعضياتنا وهذا الشيء اللي كنقول القصه ديالنا هذا الشيء مختلفه ديالكم حيت عن طريق الصدفه اختي الصغيره واختو كانوا كيقراو مع بعضياتهم واحد المره كانت اختو الصغيره خصها تلبس معنا بحكم ماماه كانت مسافره عنده صافي ديك الساعه هي من جات كانت مضطره تقول لماماها باش تبقى معنا يعني خصها ضروري تقول لها صافي ديك الساعه صار دوز ميساج من التليفون ديالي خالد ملي شفت الصوره تصاور في واتساب عجبتني بزاف قلت يمكن شي اختي عندها صاحبتها بحال هذه مزيونه من هذه الدرجه وانا ما كنعرفهاش ارتحت مزيان هضرت مع الوالده مع كانت ديجا شافتها مع اختي
قلت لها زعما كيف جاتك ديك البنت هادي؟ قالت لي بنت مزيانه ظريفه العمر سبعة ناس مزيانين. دابا تينا صافا اللي افتتحتي بهذا الموضوع حنا خصنا نعرفوا القصه ديالك مع سي محمد وخا عاودنا القصه ديالك كامل. ضروري. القصه ديالي انا عندنا واحد المهرجان في مكناس يكون من العام لعام. انا عندي واحد الحاجه اللي كنبغيها بزاف، كنبغي ناخذ لي فوتو مع لي ستار، كنبغي ناخذ لي فوتو. بقيت تنقلب كنشوف شكون هذا اللي غادي يقبض لي التصويره، وبلي شخص يكون فوتوغرافي. انا غنشوف هكا وكونو لاقط لاصق حدايا جنبي. قلت له عافاك، لكن ممكن اخويا واش ممكن تاخذ لي واحد لا فوتو؟ قال لي ها. ومن هذاك النهار هو لاصق فيا لاصق فيا وهو يكمل لكم. تعرفت على الام ديالها وكنت كنقول ديما غادي نقولها لها، غادي نقولها لها، نقول ناقشها زعما في الفكره ديال الزواج. مي جات الوالده ديالي قالت لي يا بنتي عشنا؟ قلت لها كيفاش دار قالها لك؟ علاش ما يقولهاليش انا؟ يقولها لي انا ما يقولهالكش انت. ودرت لها واحد الشوها. علاش؟ لحقاش هو كيجي كيهضر معايا ولكن ما يقدرش يواجهني ويقول لي راني بغيتك. لحقاش انا شخصيتي ماشي انني قويه، ولكن انا كنبغي غير الخدمه، كنقول باغا نخدم نوصل ومن بعد ونشوفوا الزواج ونشوفوا الولاد ونشوفوا كل شيء. هلالا 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 جاو حبابي وجيراننا هلالا جاو حبابي وجيراننا. مول ببوش كشرب ببوش. انا واقي واخا ما كناكلش ببوش، مشيت ناكل ببوش، مشيت شربت ببوش، عاوتاني حاولت نهضر معاها والو سقتها. المهم صافي عاد هداها الله، هداها الله هضرات معايا. المهم صافي هي هذيك ملي جا هضر معايا في الاول ما تجاوبش معاه، ما حاولتش نهضر معاه، ومن بعد شفته مصر عليا، عجبني الاصرار ديالو عليا. وبالي انسان معقول مختلف، شي حاجه فيه عجبتني فثارت انتباهي ليه. صافي هي هذيك، بقينا تبادلنا النمره التليفون ديالنا، تواصلنا مع بعضياتنا. دابا عاودوا لينا، عاودنا حنا كلكم تعاودوا لينا. نبداو بالناس ديال جديده، ايوب وحسنة هي الاولى. اسيدي حنا القصه ديالنا كانت مزروبه شويه، لان حسنا زربات عليا. لان القصه ديالنا كانت حسنا جات مع بنت خالتي، جات عند الاخت ديالي، ملي جيت عندها شفتها عجبتني حسنا، صافي خدنا القرار، خديت التليفون ديالها واتصلت بها الغد لي، درت معها وقت، مشيت عندها ليكول ديالها، صافي تلاقينا. بالنسبه لي انا وجليله كنت كنجلس في واحد القهوه حدا واحد الليس اللي كتقرا فيه هي يا ديك، من بعد ديما كدوز من حدايا طالعه هواده. المهم جاو لعندنا للدار جواد والام ديالو، وطلبوا من والديا باش يتزوج بيا. داو الراي ديالي وقلت لهم بلي انا موافقه عليه، وهما ما ردوها لي شي فوجاي، قالوا له مرحبا الا بغاتك بنت الناس احنا بغيناك، وتزوجنا وهذا الشيء اللي كاين. ودابا نشوفوا خليل وسكينه تا هما يعاودوا لنا القصه ديالو. انا وخليل تلاقينا في الليسي، كان هو ديك الساعه في البكالوريا انا في سيزيام، كنا كنتلاقاو في الليسي، كنت كنشوفو كيشوفني. خديت الباك العام اللي داز، عاود رجعت سولت عليها في الليسي، قالوا لي راه ما كايناش. قال لي راه ما كايناش. وواحد الصدفه تلاقيتها في الاداره وديك الشيء. صافي تلاقيته، فرحت لأنني شفته، تفكرنا هي اصحابنا، تفكرنا الاساتذه اللي قراونا. بقى واحد الاحساس، يعني الانسان بقى عنده واحد سميتو، ولكن الحمد لله يعني ربي مكتابي لبعضياتنا. وهذا الشيء اللي كنقول القصه ديالنا هادشي مختلفه ديالكم. مكتوب والله خوتي، علاش ما حدنا مجموعين هنايا؟ ما كل واحد فينا يعاود القصه ديال كيفاش تعرف على شريكه حياته. وعلاش ما ندوش بكم رضوان وخديجه؟ مرحبا. مرحبا. واخا المهم واحد النهار كيفما ديما ساليت الخدمه، مشيت للدار، غادي خارج، بانت لي خديجه، بانت لي وكان الناس بزاف، وهادي وبانت لي صراحه شفت فيها النظره ديال المراس. والله العظيم راه كيقول لك الله سبحانه وتعالى الا مكتب لك شي حاجه راه غادي مزوجين، راه مزوجين. المهم هي هذيك شفتها عجبتني، مشيت بغيت نهضر معاها، ما بغاتش تهضر معايا، حاولت المره الاولى الثانيه ما والو. صافي قلت صافي مشيت غادي بمشي في حالي، قلت ما بقيتش غنتلاقى بها.
شويه ويتبان لي هيانيت عنده واحد حيت سانطار الصدفه اختي الصغيره واختو كان كيقرا ما عطيتو واحد المره كانت اختو الصغيره خصها تلبس معانا بحكم ماماه كانت مسافره عنده صافي ديك الساعه من جات كانت مضطره تقول لماماها باش تبقى معانا يعني خصها ضروري تقولها لها صافي ديك الساعه صار دوز ميساج من التليفون ديالي خالد ملي شفت الصوره تصرا في واتساب عجبتني بزاف قلت يمكن شي اختي عندها صاحبتها بحال هذه مزيونه من هاد الدرجه وانا ما كنعرفهاش ارتحت مزيان هضرت مع الوالده ما كانت ديجا شافتها مع اختي قلت لها زعما كيف جاتك ديك البنت هادي قالت لي بنت مزيانه ظريفه اللي عمرها سبعه ناس مزيانين دابا تينا صافا اللي افتتحتي معنا الموضوع حنا خصنا نعرفوا القصه ديالك مع سي محمد وخا عاودنا القصه ديالك كامل ضروري القصه ديالي انا عندنا واحد المهرجان في مكناس يكون من العام لعام انا عندي واحد الحاجه اللي كنبغيها بزاف كنبغي ناخذ لي فوتو مع لي ستار كنبغي ناخذ لي فوتو بقيت تنقلب كنشوف شكون هذا اللي غادي يقبط ليا التصويره وبلي شخص يكون فوتوغرافي انا غنشوف هكا وكون لاقط لاصق حدايا جنبي قلت له عافاك لكن ممكن اخويا واش ممكن تاخذ لي واحد لا فوتو قال لي ومن هذاك النهار أين كنخرجوا ديما كنت تعرفنا على بعضياتنا عرفت المواصفات ديالو تعرفنا على بعضياتنا كثر صافي زرب عليا دغيا قال لي بركه من الدور انا غنجيب داركم ندوزو عند ياسين وزينب انا كنت مشيت عند اختي كانت ولدات ومشيت بالصدفه هو في هذاك الوقت عيط ليهم في التليفون لانه كان هو هذيك الساعه في طاليان عرف عن طريق الصدفه عرفني انني كاينه عند اختي تما دار حوار بينه وبين راجل اختي اللي انا من بعد عاد عرفت اشنو دار بيناتهم نخليه هو يقول لكم اشنو دار بيناتهم ونرجع وي يلقى بحكم بان من العائله وواحد النهار كنا ملي كنتي من ايطاليا مشينا مع دار خالي ولد خالي عندهم في الدار واستقبلونا وكرمونا والحمد لله عجبتني حتى التقاليد ديالهم وطريقه التعامل ديالهم وكانت هذيك اول مره في الشتاء وعجبتني.